أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نكمل إن شاء الله تعالى إخواني ما بدأنا في المحاضرة الماضية بخصوص القواعد المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. وصلنا عند القاعدة التاسعة، لكن نذكر بعناوين هذه القواعد المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى وكان عنوانها هي صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها على الإطلاق. قاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قاعدة الثالثة صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية. قاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. القاعدة الخامسة الصفات ثبوتية صفات ذاتية وفعلية. القاعدة السادسة الصفات الذاتية والفعلية أيضا عقلية وخبرية. القاعدة السابعة صفات الله توقيفية. القاعدة الثامنة المضافات إلى الله تعالى إن كانت أعيانا فهي من جملة المخلوقات، وإن كانت أوصافا فهي من صفات الله سبحانه وتعالى. وقلنا بأن الأعيان الإضافة إلى الله عز وجل، إضافة الأعيان إلى الله عز وجل يكون فيها تشريف وتكريم لهؤلاء المضافين أو لهذه المخلوقات. اليوم القاعدة التاسعة، القاعدة التاسعة وعنوانها القول في بعض الصفات كالقول في بعض. القول في بعض الصفات كالقول في بعض. بدنا نقرأ اللي هو المادة الموجودة حول هذه اللي هي القاعدة ونحللها ونشرحها لنرى اللي هو رد هذه القاعدة على المعتزلة والنفالمين لصفات الله سبحانه وتعالى. نعم، أحد الإخوة يقرأ لنا إياها. اقرأ غاد. القاعدة التاسعة القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهي قاعدة يرد بها على من فرق بين الصفات فأثبت بعضها ونفى بعضها، ويقال لمن فعل ذلك أثبت الجميع أو أنف الجميع. ومن أثبت بعض الصفات ونفى بعضها فهو مضطرب وتناقض، وتناقض القول دليل على فساده وخطره. نعم، يعني لاحظوا بالنسبة لهذه القاعدة ترد على هؤلاء المعطلة أو هؤلاء النفاة الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض، مع أن مذهب النفاة النفي الكامل، نفي الكامل للصفات. وإحنا نعلم إخواني جيدا أن المبدأ الذي قام عليه مذهب النفي ليعيش شبهة التشبيه، هذه الشبهة اللي أثاروا أو اللي أقاموا عليها مذهبهم في نفي صفات الله سبحانه وتعالى، خوفا من مشابهة الخالق بالمخلوق أو العكس. قالوا إيه؟ ننفي هذه الصفات حتى لا يتبادر لأذهان الناس المشابهة. طبعا عندما يعني ضيق على هؤلاء النفاة، وطبعا كان الحوار معهم شديد، كيف نتصور إله نعم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وكان الحديث عن صفات أكثر خصوصية. تحدثنا عن صفة الحياة إخواني بأنها أساس لبقية مين؟ الصفات. لا يمكن الحياة فهو سميع بصير إلى آخر من الصفات. فقالوا كيف نتصور إله حي بلا حياة، عليم بلا علم، قادر بلا قدرة؟ وخصوا هذه الصفات لأنها لها علاقة بمين؟ اللي هو هذا الكون بشكل، هي كل الصفات لها علاقة، لكن تصوروا عندما يتحدث عن إله حي بلا حياة ماذا يعني ذلك؟ بأنه معدوم، لا وجود لهذا الإله. حي خلق هذا الكون دون أن يكون عالم، أو عالم بلا علم، كيف يخلق ما لا يعلم؟ كيف يخلق هذا الكون بهذه العظمة وهذا الإبداع كويس وهذا التناسق، ونقول عن هذا الخالق بأنه قادر بلا قدرة؟ إذن هذا الإله يجب أن يكون حي، له صفة الحياة، ويجب أن يكون قادر حتى يخلق هذا الكون بهذه
العظمة، ولا العاجز لا يستطيع أن يخلق هذا الكون بهذه العظمة وهذه طبعا وهذا الإبداع وهذا التناسق. وأيضا الإله الحي القادر عندما يخلق أيضا يجب أن يكون عالما، ولا كيف هذا الإله بده يخلق وهو جاهل أو لا يعلم ما يخلق؟ لذلك لاحظوا عندما يعني ضيق عليهم فيما يتعلق بهذه الصفات حاول النفاة للخروج من هذا المأزق أن يثبتوا هذه الصفات اللي هي الثلاث، أنه حي عليم قادر، لما لها من علاقة مباشرة بمين؟ بموضوع اللي هو الخلق. طبعا كان اللي هو اللجوء لمثل هذه الصفات والحديث عنها وإثباتها كانت بمثابة لو إيه مأخذ على هؤلاء في مذهبهم العام. فعلماؤنا واجهوا هؤلاء النفاة عندما أثبتوا الآن جزء من هذه الصفات ونفوا البقية، قالوا لهم إما أن تثبتوا جميع الصفات وإما أن تنفوا جميع الصفات، ما فيش خيار ثالث، والله أنه بنثبت هذه الصفة وننفي لو صفتين أو أربعة مقابلهم، لا، إما الإثبات جميع لجميع الصفات وإما النفي لجميع هي الصفات، لا خيار أو لا ثالثة لهذين الرأيين. لذلك إخواني هذه القاعدة قاعدة عظيمة في الرد على مين؟ على هو نفاة الصفات، قاعدة عظيمة في الرد على نفاة الصفات، نقولهم إما الإثبات لجميع الصفات أو النفي. يعني إخواني لو إحنا بدنا نحللها تحليل اللي هو في الإثبات في مقابله اللي هو النفي، طبعا هم يثبتوا هي قضية أن الله حي عليم قادر كويس، وينفوا اللي هو إيش؟ بلا سمع بلا بصر بلا اللي هو غيرها من اللي هي الصفات. الآن هذا الإثبات لهذه الصفات وهذا النفي لبقية اللي هي الصفات، هذا ما وقع فيه هؤلاء الناس، أثبتوا بعضا من الصفات وأنكروا الباقي نفوه. فكان رد العلماء إما أن نثبت اللي هي كل الصفات أو ننفيها كلها، واحدة منهم ما في مجال. يعني ما المبرر أو ما وجه اللي هو يعني إثبات الحياة والعلم والقدرة دون بقية الصفات؟ إيش مبرركم؟ ما هو اللي بيثبت الحي والعليم والقدير لازم يثبت سميع بصير عزيز جبار متكبر إلى آخره من صفات الله سبحانه وتعالى. بعدين إخواني يعني لاحظوا اللي هو الضعف في إثبات اللي هو مثل هذه الصفات دون غيرها من الصفات. طب هم قالوا إحنا بنقول بصير بلا بصر سميع بلا سمع، لأن سميع وبصير اشترك فيهم هذا اللي هو الإنسان مع مين؟ مع الخالق، فراحوا منافين هذه الصفات حتى لا يقع اللي هو إيه المشابهة، بنقولهم بنفس المنطق. طب ما هو الإنسان حي وصف بهذا اللي هو هذا الصفة، والإنسان عليم وصف بهذه اللي هي الصفة، وقادر وصف بهذه الصفة. طب ما تقولوا في نفس المنطق الآن هم يقولوا بأنه إيش هذه الصفات لا مشابهة فيها بين الخالق ومين المخلوق، نقول بنفس المنطق ما دام بتقولوا في هذه الصفات لا مشابهة بين الخالق والمخلوق، ما المانع أن تقولوا أيضا في بقية الصفات اللي أنتم تنفوها بأنه لا مشابهة بين الخالق والمخلوق؟ نعم. إذن إخواني هذه القاعدة واضحة في الرد على من يثبت بعضا من الصفات وينكر اللي هي إيش اللي هو بقية الصفات، بنقولهم إما أن نثبت الجميع وإما أن ننفي الجميع، أما ما بصح نختار اللي هو صفات من هنا وننفي صفات من هناك. يعني الطبيعي من مصدر اللي هي الأسماء هذه أو الصفات، يعني مثلا هذه تكون القرآن تأخذ كل القرآن، تكون السنة تأخذ كل السنة، يعني مثلا هذه الصفات الثلاث من وين جابوها؟ إذا القرآن في غيرها، من السنة في غيرها. هي من القرآن، لكن منطق العقل هو اللي عندهم بيتحكم في هذه القضية. نعم، يعني هو العقل هو مصدر التلقي الأول عندهم بعيدا عن اللي هي القرآن. العقل هنا التقى مع النقل في إثباتها، لكن هما يعني يقولوا أن الإنسان بعقله لا يتصور هو أن يكون هذا الإله الخالق حي بلا حياة، يعني هم أعملوا العقل هنا في نفس الوقت يعني عطلوا العقل وين في نعم بقية اللي هي الصفات. نعم، يعني لاحظوا إخواني من يثبت عفوا
من يثبت البعض وينكر البعض هذا إنسان إشماله مضطرب مضطرب نعم فيش عنده يعني عقل سوي وإلا العقل هاي بيقول إما الإثبات وإما النفي ما فيش مجال نعم تفضل يوم قال أن السميع بلا سمع قال السميع ولكن يسمع ليس كسمع البشر ويرى ليس كرأي البشر لا هو لو قالوا هذا الكلام ما اختلفوش عنه ما اختلفوش عنه رغم قالوا سميع بلا سمع نفوا الصفة نعم أثبتوا الاسم ونفوا لي إيش الصفة نعم إنكار البعض كإنكار الكل يعني إنكار بعض الصفات وإنكار لكل الصفات طبيعي ما فيش فرق يعني المعتزلة كالأشاعرة الأشاعرة هم حصروا الأسماء أو الصفات في بعض الصفات وقالوا إيش إنه الصفات الأخرى متضمنة في إيش في هذه الصفات في فرق بين اللي هو الإنكار وبين يعني قضية التأويل اللي لجأ إلها اللي هو الأشاعرة الأشاعرة لجأوا يعني تفسير اللي هي الصفات الأخرى لموضوع التأويل نعم لكن هذول جملة واحدة راحوا ما إيش نافين اللي هي ما أثبتوش ولا صفة لكن راحوا مضطرين لإثبات اللي هو مثل هذه الصفات نعم إذن هذه هي القاعدة إيه القاعدة التاسعة التي تتحدث عن اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض نعم القاعدة العاشرة خلينا نشوف اللي هي القاعدة العاشرة اقرأ القاعدة العاشرة وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثله فالذوات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل الصفات نعم طيب خلينا نقف عن تفصيل هذه القاعدة أيضا لأنه بهمنا أن نفهم هذه القواعد وهي يعني تكرار لما سبق إن فصلنا وشرحنا لكن بطريقة واضحة ومختصرة إذن القول في الصفات كالقول في الذات إحنا الآن حديث عن ذات الله عز وجل نثبت اللي هو وجود ذات الله سبحانه وتعالى كويس وأيضا نقول أن هذه الذات يعني لها صفات قائمة بها قائمة بها واحنا معروف ان صفات الله سبحانه وتعالى قائمة بذات الله سبحانه وتعالى الان اخواني بالنسبة لحديثنا عن اللي هو ذات الله عز وجل نقول بان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته وايضا ليس كمثله شيء في صفاته نعم اذا من هنا كان القول في في الصفات كالقول في الذات وإحنا خلينا يعني نفصل هذا أيضا بصورة أكثر وأكبر على اللي هو اللوح عشان القاعدة تتضح لنا كمان أكثر الله عز وجل ذات وله صفات الله عز وجل ذات وله صفات طبعا الصفات قائمة في إيش؟ في ذات الله سبحانه وتعالى الآن نتحدث عن ذات الله سبحانه وتعالى من خلال ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء له الكمال المطلق في ذاته سبحانه وتعالى وعندما نتحدث عن ذات الله بأنه سبحانه ليس كمثله شيء إذن يتبع ذلك حديث عن مين؟ عن الصفات القائمة بذات الله عز وجل إذن الله سبحانه وتعالى في صفاته ليس كمثله شيء لاحظوا إخواني هذه الآية عظيمة في يعني تحديد اللي هو مفهوم الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى وفي تحديد عدم المشابهة أو عدم المماثلة لمين؟ ما بين اللي هو الخالق والمخلوق خلاص إذا احنا المخلوقين الكائنات المخلوقة الإنسان له ذات تختلف عن الحيوان تختلف عن الطير تختلف ذواتنا مختلفة ولكل واحد منا صفات تليق بمين؟ اللي هي الذات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليها إذا كان هذا التباين بين المخلوقات موجود في ذواتهم وفي صفاتهم من باب أولى أن يكون التباين أيضا وين؟ ما بين الخالق والمخلوق الأولى أن يكون هناك تباين يعني لا يقول إنسان عاقل
لا يقول إنسان يعني عنده بديهيات ومسلمات عقلية بأن الحديث عن ذات الله هو حديث نعم فيه مشابهة كاملة عن مين؟ عن اللي هو ذات الإنسان أو ما بينه وبين ذات الإنسان، أن الحديث عن صفات الله عز وجل فيه مشابهة ما بين اللي هي صفات الله وصفات مين؟ صفات الإنسان. إذا نحن نتحدث عن ذات الله التي ليس كمثلها شيء، وأيضا الصفات القائمة بذاته، ما دمنا نتحدث عن الذات بهذا المفهوم أيضا الحديث عن الصفات كالحديث عن الذات. الذات بنقول ليس كمثله شيء، إذن بينتج أيضا عنها لويش أن الصفات أيضا ليس كمثله شيء. نعم ليس كمثله شيء. نتحدث عن ذات الله عز وجل إخواني من حيث هو الوجود، نقول بأن الله سبحانه وتعالى موجود. نعم كويس، نتحدث عن ذات الله من حيث الوجود. الحديث عن الصفات كالحديث عن الذات، إذن ما دام اللي هو الله عز وجل موجود، إذن نتحدث عن الصفات من حيث الإثبات. ما دام الله موجود إذن لابد من إيه؟ من أن يتصف هذا الإله بصفات الكمال التي تليق به سبحانه وتعالى. نتحدث عن ذات الله عز وجل من حيث الكيفية، طبعا حديثنا من حيث الكيفية اللي هو إيه؟ بلا كيف، بلا كيف، لا نسأل عن كيفية ذات الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ الكيف مجهول، هذه قاعدة. أيوة، ويتبع أيضا الحديث عن الصفات اللي هو إيه؟ في موضوع الكيف، الكيفية طبعا عشان نوضحها أكثر، بلاش البعض يقول لك الأستاذ بتكلم عن كيفية، الكيف أيضا هنا إيش؟ مجهول. نتكلم عن كيفية لذات الله سبحانه وتعالى مجهولة، إذن يتبع الحديث عن كيفية مجهولة حديث عن صفات أيضا في الكيفية مجهولة، كيفية مجهولة. وهذا اللي هو قول الإمام مالك رضي الله عنه في اللي هو نعم الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم إذا لاحظوا إخواني، يعني هذه قاعدة تنطبق على كل صفات الله سبحانه وتعالى. إذا الحديث عن الصفات كالحديث عن مين؟ عن الذات، من حيث عدم المثلية ليس كمثلي شيء، من حيث اللي هو الوجود، لاحظوا ليس كمثلي، من حيث الوجود إثبات، عدم اللي هو معرفة الكيفية، إذن أيضا هنا إيش؟ كيف مجهول. إذن الحديث عن الصفات كالحديث عن الذات. وإحنا إخواني ذكرناكم قبل هيك إنه الحديث عن الكيفية لابد من أن يسبق تصور عن اللي هو حقيقة هذا الشيء. أنا عندما نتحدث اليوم عن اللي هو التكنولوجيا الموجودة والتطور الموجود في العالم، وعلى أنه العالم عبارة عن قرية صغيرة، هذا الحديث ليس بالأمر الصعب في القرن اللي احنا بنعيشه. لكن لو قبل 100 سنة تحدثنا عن هذه اللي هي التكنولوجيا للناس اللي بيعيشوا في ذاك القرن، وقلنا أنه والله يعني راح وإحنا قاعدين في هذا المكان نتجول في العالم، وكأنه يعني الإنسان يتجول في إيش؟ في بلده التي يعيش فيها، راح يقول لك هذا عنده نوع من الجنون، إذا لأنه مش قادر يتصور. لكن اليوم الأمر لأنه التطور والعلوم الحديثة موجودة ونتعامل فيها سهل جدا أن نتصورها. تقول لي صاروخ عبر للقارات قبل قرن من الزمان، كيف صاروخ عبر للقارات؟ طب هو ما بيتنقل على الدواب وعلى وسائل النقل البدائية. لكن اليوم تتكلم عن هذا الكلام، يعني انت الولد الصغير بيقول لك وانت ايش جبت يعني جديد في الحياة؟ تكلم صاروخ، ما احنا بنشوفه ونشاهد وبنعيش اللي هو هذا الواقع. اذا اخواني لاحظوا، علشان انا اتكلم على شيء حقيقي عن حقيقته وعن صفات هذا الشيء لابد من ايه؟ ان يسبق تصور حقيقي، ان يسبق تصور حقيقي، انا بعديك بتكلم على صفات هذا الشيء بناء على هذا التصور. اليوم انا بقول يعني اريد ان اشتري سياره، سهل جدا كل واحد فيكم يتصور اللي هي السياره. بعدين انا اتكلم على صفاتها، انها يعني ذات حموله 20 راكب، لونها ابيض، بصير سهل الان الحديث عن ايش؟ عن اللي هي الصفات. اذا اخواني الان الحديث عن الصفات مرتبط تماما بالحديث عن مين؟ عن ذات الله. ذات الله تعالى مجهوله لنا، وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث عن صفات الله من حيث اللي هو الكيفية.
الله عز وجل نتحدث عن ذاته بأنه ليس كمثله شيء، أيضا يتبع ذلك اللي هو الصفات ليس كمثله شيء. نتحدث عن وجود الله عز وجل، إذن لابد من أن يتبع هذا الحديث إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى. من هنا كانت هذه القاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات، وفي هذه اللي هي القاعدة رد على هؤلاء المعطلة والمشبهة أيضا في نفس الوقت. نعم، هذه القاعدة اللي هي العاشرة فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. إذا ما فيش مبرر للمعطلة في نفيهم لصفات الله، لما بنقول القاعدة الأساسية اللي بننطلق عليها في الإثبات عدم المثلية وعدم المشابهة، ليس كمثله شيء، إذن مبدأ اللي هو النفي مبدأ إيش ماله؟ باطل، لأن الأساس الذي بني عليه هذا المبدأ باطل اللي هي مبدأ المشابهة. القاعدة الحادية عشرة، نشوف اللي هي القاعدة 11 مع زميل آخر يقرأ. اقرأ. القاعدة 11: ظواهر النصوص، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، فالاعتبار فاعتبار المعنى معلوم وباعتبار الكيف مجهول، كالاستواء مثلا فمعناه معلوم لنا فهو بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، أما كيفيته فهو مجهول، فمجهول لأن الله أخبرنا بأن استواء بأنه استوى ولم يخبرنا عن كيفية استوائه، وهكذا يقال في باقي الصفات. أيوة، إذا لاحظوا إخواني، يعني بالنسبة لي هذه القاعدة، ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. الاعتبار المعلومة لنا اللي هي الصفات من حيث اللي هو المعنى، والاعتبار المجهول لنا اللي هو الكيف اللي احنا تحدثنا فيه. واخواني طبعا بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنها مولانا سبحانه وتعالى، ومعلوم إخواني أن القرآن الكريم خاطب العقل في الإنسان، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب وكان يخاطب العرب بدرجة أولى باللغة. هل يعقل أن يخاطب القرآن الكريم العرب وغير العرب بلغة غير مفهومة لهم؟ مستحيل. القرآن الكريم يخاطب اللي هو أصحاب هذه اللغة بدرجة أولى، وبالطبع هذه اللغة مفهومة لمين؟ لأصحابها، ودلالة هذه اللغة معلومة عند الناس. وبالتالي إخواني لاحظوا، بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى معلومة لنا بهذا الاعتبار، على اعتبار اللي هو إيش معناها. نعم، استوى معروف إيش معنى استوى، على وارتفع، أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير رحيم ودود عزيز جبار ملك قدوس سلام مؤمن إلى آخره. كل هذه الأسماء والصفات المشتقة منها كلها يشملها معلومة لنا، معناها معلوم في اللغة العربية. وإخواني لو رجعنا لقواميس اللغة العربية القديمة، أمهات اللي هي القواميس، نجد لكل هذه المصطلحات، لكل هذه الأسماء أو الصفات معاني صحيحة، ما فيش مشكلة فيها. وبالتالي هذا يدل على أن الخطاب خطاب لمين؟ لأهل هذه اللغة، خطاب عقلي، خطاب واضح ومفهوم. لأنه إخواني إذا قلنا غير ذلك، معنى ذلك إحنا بنشكك في مين؟ في هذا الكتاب المنزل من عند الله، وكأن القرآن يخاطب الناس بما لا يفهمون، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا نعم يخون اللي هو الأمانة وينقل هذا الخطاب الغير مفهوم لمين؟ للناس. وهذا كلام لا يقوله إنسان عاقل على الإطلاق، لا يقوله إنسان على الإطلاق. وبالتالي كان الخطاب القرآني أفلا تعقلون أفلا تدبرون لأولي الألباب، هذا هو الخطاب القرآني. نعم، بلسان عربي بالضبط. أيوة، إذن إخواني الآن هذا الخطاب المعلوم عقلا ونقلا بأنه خطاب موجه للعقل، خطاب
معلوم مفهوم معناه للناس بيرد على مين؟ على نفات اللي هي الصفات أو مؤولي الصفات، التأويل طبعا الفاسد المعروف كما سنرى. إذن إخواني، صفات الله سبحانه وتعالى، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا على اعتبار معناها، يعني معناها معلوم، ومجهولة لنا من حيث الكيفية، حيث الكيفية. كيف ربنا استوى؟ لا يستطيع إنسان أن يخبر عن الكيفية. كيف يسمع؟ كيف يبصر؟ كيف يتكلم؟ كل هذه الأمور إشمالها مجهولة بالنسبة لنا. نعم، لأن إخواني زي ما قلنا، يعني الحديث عن الكيفية، عن الحقيقة، لابد من إيه؟ أن يكون في هناك علم بمين؟ بذات هذا الكائن أو هذا الخالق الذي نتحدث عن كيفية صفاته سبحانه وتعالى. وإحنا يعني شوف اللي هو عجز الإنسان، إحنا ضربنا مثال زمان بالروح الموجودة في داخل الإنسان. الروح وهي مخلوقة موجودة في داخلنا ونشعر بأثرها، ولا يستطيع واحد منا معرفة حقيقتها. كيف بده يعرف الإنسان وهو مخلوق عاجز عن إدراك حقيقته؟ كيف يستطيع الإنسان معرفة حقيقة الخالق سبحانه وتعالى؟ هل يستطيع؟ لا يستطيع. وبالتالي الإنسان يعني هذا المنطق اللي موجود في داخله، المنطق العقلي الحسي الموجود في داخله، يجب أن يعني فعلا الإنسان يسلم في هذا الموضوع الخاص بذات الله عز وجل لمين؟ يسلم الأمر في ذلك لله عز وجل، فلا يخبر إلا بما يخبر به الله، ولا يتحدث عن كيفية اللي هو ذات الله سبحانه وتعالى، لأنه يظل ناقص وعاجز عن إدراك اللي هو حقيقة ذاته. وبالتالي من باب أولى أن يتوقف في الحديث عن اللي هو حقيقة ذات الله أو حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت اللي هي إيه؟ الذات أو ظواهر اللي هي هذه الصفات مجهولة من حيث الكيفية. وكانت قاعدة الإمام مالك رضي الله عنه اللي تحفظونها جميعا، وهذه القاعدة في كل صفات الله عز وجل. عندما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعني لاحظوا لما نقف مع فقرات الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم، ماذا يقصد بالاستواء معلوم؟ أيوة الآن نتكلم عليها من حيث المعنى. معلوم هو الاستواء، معنى الاستواء إخواني في اللغة العربية بمعنى على وارتفع، على وارتفع. طبعا علو يليق بذاته وجلاله سبحانه وتعالى. نعم، راح نتحدث إحنا على موضوع الاستواء، نفرد لذلك موضوع يعني محاضرات خاصة للحديث عن اللي هي صفة الاستواء بشكل خاص. إذن الاستواء معلوم بمعنى، بمعنى على وارتفع. البعض يحاول أن يؤول الاستواء أيوة لمعنى فاسد. لاحظوا في لغتنا العربية، في قواميسنا، ارجعوا أنتوا لكتب اللغة العربية القواميس، تلاقوا معنى الاستواء العلو والارتفاع، كلها تدور حول هذا المعنى. البعض يحاول أن يفسر الاستواء بمعنى الاستيلاء والسيطرة، وهذا معنى فاسد باطل، مش موجود في قواميس لغتنا، مش موجود. لأن إخواني لاحظوا حتى المعنى يعني في واضح اللي هو وصف لله بإيش؟ بالنقص، وكأن الله نعم يعني استوى وبالتالي كان عاجزا عن اللي هي الاستواء. طبعا واضح هذا الكلام. إذن لغتنا العربية لا تحتمل معنى الاستيلاء والسيطرة، مش موجود في هذا الكلام، لكن موجود فيها اللي هو إيه؟ بمعنى على وارتفع. إذن الاستواء معلوم والكيف مجهول. لاحظوا القاعدة، القاعدة معلومة المعاني ومجهولة إيش؟ الكيفية. الإمام مالك بيقول الاستواء معلوم بمعنى والكيف مجهول، لا نسأل عن كيفية الاستواء. والإيمان به واجب، ليش الإيمان به واجب؟ قرآن، نعم قرآن نتلوه، في آيات الاستواء موجودة في القرآن الكريم، على العرش استوى إلى آخر من الآيات المذكورة واللي أنتوا بتحفظوها. إذن الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأن من يسأل في مثل هذه القضايا، كان الإمام مالك وغيره من العلماء بيعرفوا من خلال وجه السائل والظرف اللي قال فيه
هذا السائل أو سأل في هذا السائل في حياتهم أو في مرحلتهم كان من يركز على هذه القضايا هم الناس الذين يريدون إيه؟ أن يلبسوا على الناس وأن نعم يعني يوقعوا لبس وغموض للعقيدة في نفوس الناس، فيثيروا مثل هذه الأسئلة التي هي بمثابة شبهات يضعف فيها ارتباط الناس بمين؟ بهذه العقيدة الصافية اللي تلقاها الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. لذلك كان يقول أحيانا محذرا الناس من أمثال هؤلاء السائلين بعد أن يجيب هذا الجواب الذي يحصن فيه عقول الناس، كان يقول للسائل ما أراك إلا مبتدعا. نعم يعني إياكم، وكأنه بيقول إياكم من الاستماع لمثل هؤلاء الناس في مثل هذه القضايا. إذن إخواني هذه قاعدة الإمام مالك اللي إحنا بنطبقها على كل صفات الله سبحانه وتعالى. صفات الله معلومة بمعناها، مجهولة بكيفيتها، الإيمان بها واجب لأنها قرآن يتلى، ولا نسأل ولا نستزيد زيادة على ما أخبر الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني موضوع الأسماء والصفات من الموضوعات الحساسة والدقيقة والخطيرة التي إذا ما أردنا أن نتحدث للناس فيها يجب أن نتحدث عن هذا الباب بمنطق أهل السنة والجماعة بعيدا عن تعقيدات المتكلمين والفلاسفة، لأنه إذا ما يعني خضنا في تعقيدات متكلمين وفلاسفة وما شابه ذلك نلبس على مين؟ على الناس، ويعني يقع الناس في الكثير من الـ يعني اللي هي الشبهات، وبالتالي قد ننفر الناس من عقيدتنا. لكن عندما نعرض اللي هو هذه المادة بطريقة سهلة طريقة سلسة، عندما نتحدث عن المنهج البسيط السهل اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمه لأصحابه والصحابة نقلوا إلنا، أتصور الناس كلهم يشملهم يفهموا هذا المنهج بكل بساطة، وهذا منهج القرآن الكريم بعيدا عن كل هذه التعقيدات. وعندما نربط الناس بأسماء الله وصفات الله أتصور هذا بيكون يعني عامل تقوية لإيمان مين؟ لإيمان الناس. لكن لاحظ لما تخوض في علم الكلام والفلسفة هذا بيكون في فظاظة أو في يعني تغليظ لقلوب الناس، ونعم نفور من المادة المطروحة. لذلك إخواني لما احنا بدنا نركز ركز على مفهوم الألوهية، هذا المفهوم اللي بيتفق عليه الناس وبيمس واقع الناس، وندمج اللي هو توحيد الأسماء مع توحيد اللي هي الألوهية، وبالتالي احنا بننقل الحديث عن هذا النوع من أنواع التوحيد من جفافه نوعا ما إلى إيه؟ إلى واقع يستشعر الناس فيه عظمة الله عز وجل، يستشعر الناس فيه كمال الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ضروري جدا إخواني أنه تكون هذه المادة مادة يعني مندمجة مع اللي هو أنواع التوحيد الأخرى، وأخص اللي هو توحيد الألوهية بالحديث. تكلم عن اللي هو اسم الرحمن اسم الرحيم، تحدث عن صفة الرحمة والأحاديث والآيات الواردة فيها، فأنت بحديثك تثبت لي هذه الصفة، ترسخ في عقول الناس لصفة الرحمة بأنها صفة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. تتحدث عن مظاهر اللي هي إيش؟ الرحمة، وعن اللي هي كمال الله عز وجل في رحمته من خلال الآيات والأحاديث الكثيرة الموجودة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لاحظ هذا الارتباط بهذه الصفة بيكون أنت رسخت مفهوم اللي هو الرحمة أو الرحمن أو الرحيم في عقول الناس بطريقة سهلة جدا ومؤثرة في واقع الناس. لكن تصور لو أنت تحدثت بشكل مجرد زي ما احنا بنتحدث عن اللي هو الأسماء والصفات، راح الناس يعني ينفروا من اللي هو هذا الحديث. هذا حديث لطلاب العلوم الشرعية، حديث نتعمق فيه نفصل فيه نأخذ نرد فيه، هذا حديث إيش يعني خاص بطلابنا الشرعيين. نعم يعني يمكن ملاحظة الحديث عن الصفات في زمن معين، الآن في زمننا المعاصر زمن تتحدث عشان خاطب الناس، الآن هل الفرق الإسلامية المعاصرة من يشبه كلام الجهمية أو المعتزلة يعني هل في خلاف بين الفرق الإسلامية المعاصرة حاليا على قضية الصفات؟ يمكن احنا نبين للناس مثلا
الأقوال الشاذة من أقوال بعض الفرق الإسلامية المعاصرة. هو يعني بالنسبة لي اللي هو هذا الخلاف يكاد أن يكون يعني غير موجود في واقعنا، يمكن احنا الفلسطيني على وجه الخصوص، لكن لو توسعت قد تجد بعض الخلافات موجودة على صعيد بعض اللي هو الناس الذين يتبعون لمذهب هنا أو هناك، خاصة أنه احنا مجتمعنا يعني مجتمع يكاد أن يكون إيش مصدر تلقي واحد، مذهب واحد، نعم يعني تغلب علينا، مش تغلب عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن إذا توسعت لمجتمعات أخرى تجد هذا الجانب. مفهوم معتزلة يمكن جهمية يكاد أن يكون يعني مش موجود إلا يمكن على صعيد بعض اللي هي الأفراد، يمكن بعض الجماعات يعني شوية تشددت في هذا الجانب، لكن الغالب اللي هو يعني إطار أهل السنة والجماعة هو الذي يجمع معظم الناس اليوم، بعيدا طبعا عن الفرق الأخرى اللي تعرفوها ونعم يعني إلها مبادئها الخاصة بها. طبعا إخواني يعني الحديث بشكل دقيق وأوسع نؤخر نوعا ما، كمان نؤخر نوعا ما لأنه راح تيجي معنا بعض اللي هي الصفات ومقارنة هذه الصفات مع اللي هو معتزلة، مع شاعرة، مع غيره. نعم الموضوع يعني سيتسع بابه أكثر ما قدام شوية إن شاء الله. هو هذا يعني هذا ما نؤكد إخواني ونركز عليه، يعني دائما الحديث للناس حديث ننطلق فيه من منطلق قول الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هو احنا بلغاء إخواني لدرجة بلاغة القرآن الكريم، أو عندنا فصاحة القرآن الكريم، عندنا إعجاز زي ما هو موجود في القرآن الكريم، قديش القرآن الكريم بإعجازه ببلاغته بفصاحته إلى آخره، لكن لاحظ يخاطب الناس، يخاطب عقول الناس، يفهم العالم والجاهل، يفهم الكبير والصغير، يفهم الرجل والمرأة، الكل بيفهم القرآن الكريم ويستوعب الخطاب الموجه لهذا الإنسان أو ذاك. وبالتالي احنا فعلا يعني شوفوا لما مصادر القرآن الكريم، مصادر التلقي كانت القرآن والسنة بالسهولة واليسر اللي كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، كان الارتباط بالقرآن والسنة ارتباط إيش قوي جدا، وأوجدت النماذج القوية. لكن شوية لما صارت الارتباطات بالفلسفة بالكلام بالعقل بغيره بدأت لاحظوا الارتباط، وهذا ما كان يهدف إله اللي هو الناس المشككين، نعم بدهم يضعفوا هذا الرابط ما بيننا وبين كتاب الله عز وجل، بدهم يعني يضعوا حاجز ما بيننا وبين لو فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فأوجدوا مثل هذه الفلسفة ومثل هذا العلم اللي يعني يعقد الناس. وبالتالي إخواني إحنا اليوم مدعوين فعلا لأن نخاطب الناس بهذه السهولة وهذا اليسر الموجود في القرآن الكريم بعيدا عن اللي هو هذه التعقيدات. هذا كلام قلت لكم إحنا بنتحاور فيه فيما بيننا كطلاب اللي هو علم شرعي، أما خطابنا للناس هو خطاب سهل وبسيط بنفس المنهجية اللي وضحها القرآن الكريم ووضحها رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. نعم دكتور يعني احنا بالنسبة للفترة في الوقت احنا عايشين فيه يعني كل شوية خدنا مدى التراب بدل قول الدكتور أشهد أن لا إله إلا الله في الولادة من الإسلام على خمس فحاطين الولادة والصلاة والصلاة يعني في عندك المعتزلة القديمين كانوا يقدموا العقل على النقل العلمانيين مثلا يقدموا العقل على في الدهريين القديم اليوم هم الشيوعيين يعني تقدر الواحد انه هو يستطيع صحيح يعني اليوم عندنا اللي هي الاحزاب او الافكار الالحاديه اللي بترتبط نوعا ما بنفس اللي هي المفاهيم الموجوده قديما، لكن
بعيدا عن مسمى الاعتزال او قدريه او ما شابه. نعم. قول الامام مالك انه اخر نقطه فيه انه السؤال عنه بدعه. نعم. هل نعرف من كلام عقيل في زمن معين هو يعني كان في ضجه ضخمه؟ كان في مبتدعين ويثيروا هذه اللي هي الشبهات. كان المدارس صارت المذهب وقتها كان عشان ما تشوفش كان رايحين في اطار صعب. هل السؤال عنه بدعه يبقى الى يوم القيامه؟ في اطار العلم او اطار طلاب العلم والعلماء يبقى ايضا سؤال عن البدعه؟ نحن نفصل ونتحدث، يعني احنا نورد اللي هو اقوال المتكلمين، اقوال فرق اخرى، ايش المعتزله يقولوا، كويس؟ حتى نفهم هذا الجانب. بالنسبه لنا، بالنسبه احنا قلنا قبل، لا طلاب العلم احنا بنتعمق في هذا الجانب، نتعمق، لكن نتعمق بهدف اللي هو ايه؟ ان نتعلم، وحتى اذا ما واجهنا من يحمل مثل هذا الفكر نرد عليه. زي ما بنتعلم اللي هي مادة اللي هي الفرق، نتعلم حتى نتعرف على الفرق ومبادئها وكيفية اللي هو دعوتهم وهدايتهم والرد عليهم. نتعلم اللي هي في مادة اللي هي مذاهب معاصرة، نتعلم عن الشيوعية وعن كل اللي هي طبعا هذه لا إله والحياة مادة، لا نتعلم، نتعلم اللي فعلا نقف على مبادئ هذه اللي هي النظرية الماركسية الإلحادية وكيفية الرد عليها. وبالتالي هذا العلم هو من باب اللي هو تحصين طلابنا ب اللي هو هذا العلم. هو التقدم العلمي لا يستطيع ان يصل ل اللي هو العلوم الغيبيه، تبقى يعني علوم تقدم العلمي على صعيد علومنا ايش الماديه الموجوده، لكن علوم الغيب هذا امر ايش هذه من خصوصيات علم الله سبحانه وتعالى. يعني لما كان يتكلم عن الوحي، تعرفهم عن الوحي شيء يعني خلينا نقول لاسلك او شيء يعني عن بعد، لما اجت التكنولوجيا الحديثه هاي فهي عن بعد، تقدر تتكلم مع الناس عن بعد، تقرب الصوره لكن لا تتحدث عن حقيقه. لا لا ايوه، لا تتحدث عن حقيقة. نعم نقرب، احنا ليش قاعدين لما نتكلم حتى عن صفات الله نضرب بعض الامثال لتقريب الصورة، لكن لما نتكلم فيما يتعلق بذات الله بنقى فيه عند حدنا، لا نتكلم على حقيقة، بيصير الامر ايوه بس مجرد تقريب صورة وتقريب. نعم صحيح. كيف مجهول والايمان به واجب. يعني حتى احنا نفسنا اذا خلنا يعني ما نسالش او ما نتطرقش نقول طب كيف؟ يعني لا هذا ممنوع، يعني هذا مشهور بالعلم الغيب، لا تكنولوجيا ولا غير تكنولوجيا. نعم طالب علم. وهذه طالب السؤال عنه بدعه. لاحظوا اخواني، يعني احنا فيما يتعلق بحديثنا مع الناس لا نتحدث زياده عن هذه ايش الجزئيه، لا نتحدث، لانه تصوروا لو احنا بنتحدث زياده عن هذه الجزئيات بنعمل ايه؟ اشكاليات في عقول الناس، اشكاليات. هناك قضايا الناس يستوعبوها ويتفقوا معنا عليها، وبالتالي حديثنا عن وحدانية الله عز وجل، عن عبادة الله عز وجل، في هذا المفهوم الناس كلهم ايش مالهم؟ يلتقوا عليه العالم الجاهل. لكن تصور انت، احنا طلاب العلوم متخصصين شرعيين، هذه القضية ناخذ ونرد فيها على بعضنا البعض، كويس؟ لكن عوام الناس نقدرش يعني لا نستطيع يعني ان نوصل الماده الى اللي هو عقول الناس بهذه الطريقه. نعم. ما فيش اقسام التوحيد يعني. شيء يعني عادي. لا احنا بنبينه للناس بسهولته بعيدا عن التعقيد. يعني هذا الامر احنا مطلوب اخواني، لا يعني انه اخواني يعني الخوف على عقول الناس انه يعني يعني يفهم الناس انه انواع التوحيد امور يعني مخيفه ويجب عدم الاقتراب منها، لا، نبين مفهوم توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، توحيد الاسماء والصفات، لكن قلنا اخواني كل هذه المفاهيم يجب ان نربطها بواقعنا، بعباداتنا، بكل معاملاتنا اللي احنا ايش؟ بنعيشها، لا يعني نقدمها كماده نظريه عندما يعني يسمعها الانسان، طب كيف انا بدي استفيد من هذه الماده في واقع الحياه؟ لا، وانا بدي اربط هذه الماده حتى يستفيد منها الناس. نعم. احنا نتوصل لدرجه البكالوريوس او الماجستير او حتى الدكتوراه، الدكاتره انفسهم عندما يتحدثوا الاسماء والصفات يتحدثوا بحضاره جدا.
فما بالك اللي يعني الطالب البدائي يعني في التعليم، هو الإنسان صحيح أنا أخذ له مادتين ثلاثة في الأمور في الأسماء والصفات، لكن ما أصبح عالم كبير إنه يتحدث بأريحية يعني، وإنه لذلك هذا أمر صعب جدا يعني. لذلك قد يصل القرآن الذكر، بل عندك هذا قاعدة يعني مهمة كثير، واسع يسعى الجميع، يسعى الجميع. لذلك أوغلوا في هذا الباب برفق إخواني، أوغلوا فيه برفق، الموضوع حساس ويعني يحتاج فعلا إلى دقة وحذر. وإحنا هذه القواعد اللي بندرسها شوية شوية هي بمثابة يعني إرشادات على الطريق، إشارات وإنت ماشي حتى لا يعني يحدث انحراف أو التباس لقضية معينة من القضايا. نعم. يعني ما استطاعوا يرتوا المعنى الصحيح اللي نشوف كثير. أيوة. طرد عن مثلا يقول لك وسط عن طرد وجود عن ضمن التعريف طرد وجود يعني هم عقلوا افتراضي شيء افتراضي. مثلا الروح كثير من الشغلات اللي احنا عايشين هي مخلوقة. نعم. لا نستطيع أن نعطي التفسير والحقيقة التي هي عليه. فمن باب أولى لا نستطيع أو نسأل زي ما قال أخونا عن الهيئة والكيفية التي استوى فيها الله سبحانه وتعالى. نعم نعم هذا كلام صحيح. احنا ليش نروح على مساحة ضيقة نتكلم عنها؟ والآن المساحة الواسعة للكلام لا، مثلا شيخ النابلسي بيحكي عن الأسماء بشيء رائع جدا، وبحيث أنه سبب عقول وقلوب الناس جميعا. فنروح على المساحة الواسعة لخاطب الناس جميعا. خاطب الناس جميعا. طيب انتقل إلى اللي هي القاعدة الثانية عشرة في العلاقة بين اللي هي الصفات والذات. القاعدة الثانية عشرة. نعم خلينا نقرأ لي هذه القاعدة الإخوة اللي ما قرأوش. أيوة اقرأ. القاعدة الثانية عشرة العلاقة بين الصفات والذات، وخلاصة القول في هذه المسألة أن العلاقة بين الصفات والذات علاقة تلازم، فالإيمان بالذات يستلزم الإيمان بالصفات، وكذلك العكس، فلا يتصور وجود ذات مجرد عن الصفات في الخارج، كما لا يتحقق وجود صفة من الصفات في الخارج إلا وهي قائمة بالذات. نعم تماما إخواني، زي النموذج اللي احنا يعني نتحدث عن ذات الله عز وجل، حديثنا عن ذات الله سبحانه وتعالى بنقول له ايه يعني بنقول عنه يستلزم اللي هو ايه إثبات لي الصفات. لا يمكن أن نتصور ذات لله سبحانه وتعالى دون صفات، وأيضا لا يمكن العكس أن نتصور صفات دون إيش دون ذات. إذن صفات الله سبحانه وتعالى قائمة بذاته سبحانه وتعالى، وبالتالي إخواني هذه يعني ترد على الناس المشبهة اللي قالوا طبعا إثبات اللي هي الصفات يتطلب اللي هو إثبات ذوات أو تعدد اللي هي ذوات. هذه القاعدة ترد عليهم، حديثنا عن ذات واحدة وهذه الذات تستلزم صفات كمال. نعم حديثنا عن الصفات هو حديث عن مين؟ عن ذات واحدة رغم تعدد اللي هي إيش هذه الصفات. نعم لا يمكن أن نتصور له وجود صفات بائنة، عشان هيك احنا بنقول صفات الله يشملها قائمة بذاته، لا نقول بأنها صفات بائنة عن ذاته سبحانه وتعالى، لأنه العقل لا يتصور، لا يتصور هذا الكلام. يعني أنت اضرب مثال الإنسان بعيدا عن ذات الله عز وجل، لا يمكن أن نقول الإنسان والله يسمع وسمعه إيش بائن عن ذاته، أو يبصر بصره بائن عن ذاته. لكم أن تتصوروا هذا الأمر، هل يمكن أن نتصوره؟ طبعا لا. وطبعا من باب أولى ألا نتصور هذا في حق مين؟ في حق الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى ذات وله صفات، وصفاته قائمة بذاته سبحانه وتعالى. ننتقل إلى القاعدة الثالثة عشرة في علاقة الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والمعاني. نشوف اللي هو هذه العلاقة. نعم طيب اقرأ. القاعدة الثالثة عشرة في علاقة الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والمعاني، أما بالنسبة لبعضها فقد تكون مترادفة من حيث المعنى أو متقاربة، مثل المحبة والرحمة والفرج والتعدد والضحك. نعم لاحظوا هذا النوع الآن يعني تكاد أن تكون إشمالها مترادفة، يعني معنى المحبة قريب من معنى إيه؟ الرحمة. دائما بتلاقيها المحبة والرحمة إيه؟
معنى اللي هو الفرح والتعجب والضحك، كلها ايه يعني تعبر عن نعم معاني متقاربة، نعم او مترادفة. وهناك صفات متقابلة كالرفع والخفض والظاهرة والباطنة والنفع والضر والقبض والبسط. وهذه احنا تكلمنا عليها الصفات المتقابلة، لا يجوز ايش ان نذكر واحد منها دون الاخر. نعم. وهناك صفات متضادة من حيث المعنى مثل الغضب والسخط والرضا، ومثل الكراهية مع الحب والسخط مع الرضا، ومثل الكراهية مع الحب الكراهية مع الحب وهكذا. نعم، هذه الصفات اللي هي ايش المتضادة، الكراهية مع الحب، السخط مع الرضا وما شابه ذلك. طيب كمل اللي هي الملاحظة. عز وجل بهذه الصفات المزدوجة المأخوذة من أسمائه المتقابلة وبالصفات المتضادة في معناها على ما تقدم، والمترادفة باعتبار الذات والمتباينة باعتبار ما بينها في الغالب، دليل على الكمال الذي لا يشاركه فيه أحد لدلالته على شمول القدرة الباهرة والحكمة البالغة والتفرد بشؤون الكون كله. نعم، لاحظ إخواني، يعني الصفات سواء كانت مترادفة أو متقابلة أو متضادة، هذا كله يدل على كمال الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجمع بين هذه جميعا إلا الكامل سبحانه وتعالى صاحب الكمال. الإنسان بتلاقيه كإنسان بيتصف بصفات لا يتصف بنقيضها، لا يمكن أن يجمع بين صفة ومقابلة وهكذا. إذن هذه الصفات إخواني بكل يعني مدلولاتها سواء كانت مترادفة أو متقابلة أو متضادة تدل على الكمال الذي لا يشارك فيه أحد سبحانه وتعالى. ننتقل إلى القاعدة الرابعة عشرة وهي القاعدة الأخيرة، نشوف ماذا تقول هذه القاعدة. إقراءات. القاعدة الرابعة عشر، باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه، لأن هذا يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، أنه يجب التفريق. لحظة شوي، يعني لحظة إخواني، في باب الإخبار وباب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات باب من البداية متفقين على أنه باب توقيفي، هذا كلام متفق عليه، باب الأسماء والصفات باب توقيفي، نقف فيه عندما أخبرنا الله تعالى في كتابه وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذا لا مجال للزيادة والنقصان أو الاستحسان أو التغيير أو التبديل. أيوة. الآن باب الإخبار، يعني عندما نتحدث نحن مخبرين أو نخبر بعضنا بعض عن ذات الله سبحانه وتعالى، إخواني لاحظوا، باب الإخبار الآن بيكون أوسع من باب اللي هو مين، اللي هو الأسماء والصفات. باب الأسماء والصفات هو هذا الباب. لاحظوا، باب الإخبار نتكلم إحنا عن الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن ذات الله عز وجل ونضرب أمثلة لي اللي هو هذه المصطلحات التي تأتي زيادة على باب الأسماء والصفات المعلوم عندنا، ونقف فيه عند القرآن الكريم والسنة النبوية. هذه اللي هي الإخبارات، نقول بأن الله قديم، نقول بأن الله مثلا صانع هذا، بأن الله موجود، بأن الله يعني لاحظوا هذه المصطلحات اللي استعملوها العلماء متكلمين أو غيرهم، هذه المصطلحات نقف فيها، نقف عندها. وطبعا هناك منهج في التعامل مع هذه الأسماء أو الصفات التي نخبر فيها عن الله سبحانه وتعالى. لاحظ إخواني، مما يفرق ما بين، وهذا ما سنراه الآن، ما بين باب الأسماء والصفات وباب الإخبار، أن العبادة، العبادة بمعنى العبادة لا تكون إلا باستعمال وإيش لي الأسماء والصفات، يعني محصورة بباب الأسماء والصفات، لا يجوز أن نستعمل ما هو موجود في باب الإخبار. احنا في دعائنا لله عز وجل نقول يا حي يا عليم يا غفور يا ودود إلى آخره، لكن لا نستعمل مصطلحات الأخرى، لا نقول يا قديم يا صانع يا موجود إلى آخره من اللي هي إيش الصفات أو الأسماء اللي أطلقها من الناس في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. إذا لاحظوا
هناك احنا مدعوين لاستعمال الاسماء والصفات الواردة والاقتصار عليها. هنا لا يجوز لنا ان نستعمل مثل هذه الاسماء في العبادة. نعم. وبالتالي خلينا نكمل اللي هو هذا الجانب. انا هنا في اللوح شوية يعني فطيت على الفقرة الخاصة بالماتريدية. كمل اللي هي من سيبنا من الفقرة دي. والصواب أنه يجب التفريق بين باب التسمية وباب الإخبار، إذ إن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فما يطلق عليه تعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي. واضح هذا الآن، احنا شرحنا بينا. نعم. وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. قال ابن تيمية: ويفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء. إذا لاحظوا الدعاء فقط بإيش؟ بالأسماء الحسنى. أما الإخبار إيش الإخبار؟ عيد الفقرة. أما الإخبار، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، ولكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء. نشوف النموذج للاسم الحسن أو ليش ليس بسيء. نعم. وإن لم يحكم بحسنه مثل اسم شيء وذات وموجود. نعم، شيء وذات وموجود. لاحظوا هذه ليست من أسماء الله أو من، لكن هذا من باب إيش؟ الإخبار. نعم، من باب الإخبار. وكذلك المريد والمتكلم، فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم، فليس ذلك من الأسماء الحسنى بخلاف الحكيم والرحيم والصادق ونحو ذلك، فإن ذلك لا يكون إلا محمودا. أيوة، لاحظوا كيف الأسماء الحسنى محمودة. نعم، ما في مجال، كمال مطلق إخواني لله سبحانه وتعالى. نقول الرحمن، الرحيم، الحليم، الودود، الغفور، العزيز، الجبار، متكبر، لا يتطرق لهذه الأسماء أي نقص، بل بالعكس عندما نسمع هذه الأسماء، هذه الأسماء تشتمل على الكمال المطلق في حقه سبحانه وتعالى. لكن لاحظوا باب الإخبار، يعني نخبر عما هو حسن. إذا كان الإخبار أو إذا كان هذا الاسم يحمل معنى سيئا لا نخبر عنه، نخبر إذا كانت إيش تحمل معنى حسن. موجود، نعم، نثبت لي وجود الله سبحانه وتعالى، نتكلم عن أن الله قديم إلى آخره من هذه المصطلحات، أن الله مريد متكلم. الله ليس من أسمائه المريد وليس من أسمائه النويش المتكلم، لكن نتحدث عن هذه اللي هي الصفات من باب أو الأسماء من باب الإخبار بأن الله متكلم، ونريد من الكلام اللي هو إيه؟ لأنه من الكلام ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، هنا نريد اللي هو الكلام المحمود، وهكذا طبعا ما يتعلق بباقي المصطلحات. نقول بأن الله قديم، لا نريد بمعنى القدم إخواني القديم الذي له ابتداء، لا نتكلم عن قديم بلا ابتداء، أي بمعنى أزلي، أي بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء. نعم، نتكلم عن أن الله عز وجل طبعا هو الآخر الذي ليس بعده شيء. إذن هذه المعاني التي نخبر فيها عن هذه الأسماء أو الصفات التي تحمل معنى حسن بعيدا عن المعاني السيئة، لأن القديم بابتداء هذا معنى سيء في حق مين؟ في حق الله. أما عندما نتكلم عن قديم أزلي إذن هو بيحمل معنى حسن. إذن هذه القاعدة 14، هذه يعني بعض القواعد المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. بنقف عند هذا الحد إخواني من اللي هي الصفات أو القواعد في صفات الله سبحانه وتعالى، والمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى عند المبحث الرابع اللي هي الصفات الخبرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.